هاي، كيفكم؟ اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. اليوم جاي بقراءة عاطفية لبرج الجوزاء، رح احاول احكي فيها عن الاوضاع العاطفية لإلك، من مشاعر حبيب، نواياه، مستقبل العلاقة بينكم، وكذلك رح احاول احكي عن العزاب، عزاب برج الجوزاء. رح احاول اشوف اذا في شخص جديد بحياتكم او لا. وهذه القراءة تنفع للبرج الشمسي، قمر طالع، وكذلك في إمكانية أن تكون قراءة عكسية. بداية يا برج الجوزاء، عم شوفك عم تعيش مع شخص أو بتحبه لشخص، ممكن يكون السول ميت تبعك. عم شوفه لهذا الشخص شخص جاد، شخص عملي جداً، وشخص كذلك ماديته حلوة. ممكن بالوقت الراهن ممكن عندكم مشاكل، عم شوفكم ممكن تكونوا مبتعدين عن بعض في انفصال، وكذلك عم شوف في طاقة مراقبة للآخر، يعني أنت بتراقبه لهذا الشخص والشخص الآخر كذلك يراقبك من بعيد. عم شوف في خسارة، في ضياع لهذه العلاقة، كأنه هذه العلاقة علاقة حب وعلاقة توأم شعلة كتير قوية، وممكن حاليا في انفصال. كبداية عم شوف انه بقول لك انه لازم تحافظ على انه تضل منفتح الفكر، لانه بقول لك انه السول ميت تبعك او توأم الشعلة لإلك مختلف جدا عنك. ممكن يكون هو فكريا مختلف عنك حتى اجتماعيا. ممكن يكون هو من بلد وانت من بلد اخر. لهيك بقول لك لازم تكون منفتح الفكر عشان تتقبل كل هذا الاختلاف بينك وبين هذا الشريك. اوكي، عم شوف الشريك كذلك كطاقة، فهو شخص حاليا محب، بحبك لإلك يا برج الجوزاء، واقع بغرامك. بس هذا الإنسان حاليا أنت وياه متخاصمين، عندكم في أشياء عم تخليكم ما تتفقوا. ممكن هذا الاختلاف الكتير بينك وبينه هو سبب الخصام. عم شوفه حاليا مبتعد، ممكن سبب الابتعاد انه هو ببلد وانت ببلد اخر، وممكن سبب الابتعاد هو هذا الخصام اللي بينك وبينه. عم شوف كذلك انه هذا الانسان عم يشك انه في خيانه من طرفك يا برج الجوزاء، وعم شوفه كانه في امراه، هذه المراه عم تقول له كلام عنك، على انه انت مش جيد، على انه انت شخص لعوب، على انه انت عندك علاقات عابره. وكل هذه الخصامات ممكن تاتي من هذه المراه، او ممكن يكون رجل عم يقول له هذا الحكي. كذلك عم نشوف على انه هذا الانسان قبل كان عم ينوي انه يكون أن تكون انه تكون انت زوجه، انه تكون انت الانسان اللي بده يكمل معه حياته. بس هذه المشاكل اللي هي تتعلق بامرأة والشك والغيرة على انه ممكن تكون بتخونه، هي اسباب خلت هذه العلاقة حاليا بهذا الوضع، او مفترقين، او عندكم مشاكل حاليا. اوكي، عم شوف مشاعرك تجاه هذا الانسان، كذلك انت بتحبه لهذا الشخص، بس عم شوفك كتير تعبان لانه في خسارة، خسرته لهذا الشخص. وكذلك عم شوف في خسارة للاستقرار، كأنه هذا الانسان كان عم يوعدك بالزواج، حسيت انه هذا الزواج انتهى وهذه العلاقة انتهيت خلص. عندك أمل أنه هذه العلاقة ترجع، عندك أمل أن الأمور ستتسوى وستصير إلى أحسن إن شاء الله. عندك كذلك عم شوف مشاعر الحبيب تجاهك. عم شوف الحبيب عنده كتير كذا شيء، يعني مالي له وقته، أو عنده كذا أمور تشغله بهذه الفترة. عم شوفه يهتم للعمل، يهتم لعدة اشياء. عم شوفه لهذا الشخص دائما يشتغل، عنده حب للشغل، عنده حب للنجاح، بس عنده illusion، عنده فكه، عنده ضبابية عليك يعني. اوكي، عم يشوفك على انه ممكن منه شايفك صح،
كأنه عنده أفكار هيك، ممكن هذه المرأة اللي عطيته هذه الأفكار السلبية عنك، وكمان في أشياء عم يشك فيها، عنده كثير أفكار تجول بباله منها سلبية وكذلك إيجابية. هذا الإنسان بحبك، في مشاعر كثير قوية لإلك، بس في أشخاص ما بدهم هذه العلاقة أن تكون جيدة. أما الأشياء اللي عم شوفها أنا ما بتحبها أنت فيه، ممكن كانت العلاقة سمنة على عسل، وكانت العلاقة سيرورتها جيدة جدا، وبفرد مرة انتهت هذه العلاقة وصار فيها خصامات وصار فيها مشاكل وصار فيها كتير أشياء ما فهمتها أنت. ممكن هذا الإنسان دخل على حياتكم اللي هي امرأة أو رجل، أنا لا أحدد الجنس، بس هو ممكن يكون رجل أم امرأة، دخلت لحياتكم وعكرت صفو هذه العلاقة. كذلك عم شوفها لأنه في إمكانية أن تكون صلحة، أو هذا الشخص يرى الحقيقة جيدا. أوكي، عم شوف كذلك حتى الأشياء الإيجابية اللي عم تحبها أنت فيه. أنت بتحب فيه على أنه متعلق فيك بشدة، على أنه بحبك وبيغاري عليك بنسبة كبيرة. هذا الإنسان عم شوفه غيور، عم شوفه بحبك بشدة، حتى أنه ما بيعرف كيف يحبك من غير ما يشك فيك، بحبك من غير ما يتعلق فيك. ومن الأشخاص ممكن اللي إذا حبوا بحبوا يمتلكوا الشخص. أوكي، أما الأشياء اللي هو ما بحبها فيك، ممكن ما بحب فيك على أنه أنت بتعامله بالند. أنت من الأشخاص اللي مثلا إذا قال لك أنه ما تعمل هذه الشغلة بتعامله بالند، وفي عند كتير قوي بهذه العلاقة. ممكن عم شوف على أنه هو بحب أنه يعني تسمع لقراراته، تسمع لأوامره، بس انت ممكن ما بتسمع لأوامره، وهذه الاشياء ما بحبها كذلك. حتى من الاشياء اللي بحبها هو فيك، عم شوفه عم شوفك على انه انت الشخص المثالي يعني يكون اسرة معك. بحب انه يكون معك بالعيلة، بده يكون معك ان يكون انت زوجه، بدو هذه الشغلة. بس ممكن في أشخاص تدخلوا لتعكير صفو هذه العلاقة. كبداية عم شوف كذلك أبراج مثل برج السرطان، عم شوف برج الجوزاء، عم شوف برج الحوت وبرج الجدي، حتى برج الدلو عم شوفه بهذه القراءة. أما بالنسبة لنوايا لهذا الشخص، عم ينوي أنه ترجعوا لبعض، أنه تكون في علاقة وئام، أنه في أسرة تجمعكم مع بعض، بده هذه الحياة يعيشها معك، بده ألفة، بده حياة طبيعية، بده حنان لهذا الشخص. أما أنت عم شوفك تنوي أو تريد أن يحكي معك هذا الإنسان، عم تنتظره كل ليلة أو كل يوم أنه يبعث لك مسج، أنه يحكي معك، أنه يصلح الأمور بيناتكم. أما بالنسبة لمستقبل العلاقة، مستقبل العلاقة يقول إلى شيء من الخير. عم شوف إذا كانت في مشاكل بينكم، عم شوف الأمور رح تنعدل، رح الأمور رح تكون جيدة. عم شوف كذلك في 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 صلحة، ممكن في شخص رح يكون كوسيط خير عليكم، ورح يعني رح يتوسط لتنعدل العلاقة. ممكن يكون برج ناري او من برج ترابي، هذا الشخص سيكون رسول خير عليكم انتو الاثنين. اوكي، عم شوف كذلك على انه لازم هذه العلاقة اشتغال كتير عالي، لازم انه تشيلوا منك كل هذا الغيرة والشك
والأشياء السلبية. إذا كان في أشخاص سامين حواليكم حاولوا تشيلون كذلك. وعم نشوف ممكن للحبيبة أو لإلك إنه الوضع العملي يشغله بنسبة كبيرة عن العلاقة كذلك. أما بالنسبة للعزيب، ممكن في شخص رح يتقدم لهم يريد الزواج منه، أوكي؟ ممكن حدا من أبراج ترابية، حدا عنده شغل جيد، وحدا بهمه النجاح المادي بنسبة كبيرة. ممكن يكون شوي يعني شخص كبير شوي بالسن، وعم شوفوا لهذا الإنسان نجح ماديا وكذلك يحتاج إلى العطف، يحتاج إلى الحنان. وعم شوفوا شخص بده يملى بيته، يعني بده يعمر بيته هذا الشخص. ممكن تتلقى رسالة من هذا الإنسان، وممكن هذا الإنسان يكون بعيد عنك، بعيد بالوطن، بعيد عنك يعني حتى جغرافيا، وبده يقدم لك كاس الحب ويقول لك أنه أنا بديك على سنة الله ورسوله، بحبك لهذا الشخص. أو ممكن معجب، بشوفه أنا معجب أكثر من محب. يعني هنيئا لكم يا برج الجوزاء على هذا الشخص الجميل جدا، وشكرا لحسن استماعكم لإلي، وكثير بتلقى رسائل حلوة من كل الأبراج، وبتقولوا لي إنه بتحبوني وبتحبوا طريقة كلامي، بحبكم كذلك، والله يحرمني منكم. والله العظيم يعني عندي فرح لما بشوف الكومنت تبعكم، بكون سعيد جدا. بشكركم كتير وبتمنى لكم كل الخير والمسرات، وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب.